للطريق على هذه الجولة من التفاوض وهذه التطورات. ينضم إلينا القيادي في حركة حماس محمود مرداوي. أهلا ومرحبا بك معنا سيد محمود. ما الذي جرى وكيف تقيمون اليومين الماضيين من التفاوض؟ نعم، انقلاب الصهيوني على ما تم الاتفاق عليه، تراجعوا باختصار ولم يكتفوا بذلك، صعدوا من عمليات الإبادة والقتل وباشروا في عملية يعني تتناقض مع التزاماتهم اتجاه الولايات المتحدة، وما نشاهد ونسمعه يدلل على أن خلافا صحيح بالشكل ولكنه ترتب عليه إجراءات بين الولايات المتحدة وبين الطرف الإسرائيلي، لأن الولايات المتحدة على علم بأن كل ما كان يطرح في المفاوضات ويمرر للوفد الإسرائيلي ويطلع عليه نتنياهو تم الموافقة عليه، وطلب منا أن نوافق على ما تم من يعني صياغة في العرض الأخير على أساس أن الإسرائيلي موافق عليه، وعلى لسان ثلاثة شخصيات أمريكية طالبت الوسطاء وتعهدت أمام الوسطاء أن بايدن سيقوم بحماية هذا الاتفاق والسهر على تطبيقه، وأكثر من ذلك إعلان تفسير الهدوء المستدام في مؤتمر صحفي يؤكد أن ذلك يعتبر وقفاً لإطلاق النار ونهاية للحرب. نعم، فبالتالي العدو انقلب وتراجع وبدأ في جولة جديدة من المفاوضات نحن لم نشارك فيها ولن نشارك فيها. لدينا اتفاق تم التوصل إليه، هذا جاء نتاج جهد طويل ويعني عمل مضني شارك فيه الوسطاء، عشرات الجولات التي لم تشاهد ولم تغطى في الإعلام، أوراق ذهبت وعادت فيها تعديلات فيها إضافات فيها حذف حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه. هذا بدأ يعني عمليا يخط على الأوراق في باريس واحد ثم باريس اثنين ثم المفاوضات في القاهرة ثم جولات متتالية في الدوحة إلى الجولة الأخيرة والتي توجت بموافقة الحركة، ثم تراجع العدو لأنه راهن على أننا لن نقبل إلا بيعني وقف إطلاق النار معبرا عنه بشكل قاطع وصريح في المرحلة الأولى. هذه وافقنا عليها في المرحلة الأولى على أن تكون يعني هدوء مستدام، وفي المرحلة الثانية من بدايتها نؤكد على أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون مستداما ومستمرا وبموافقة يعني العدو. أشرت إلى الدور الأمريكي، كيف تقيمون هذه المشاركة وحجم الضغط الذي قدموه؟ الأمريكي إذا أراد أن ينهي الحرب ويلزم العدو يستطيع، لأنه هو من يدير المعركة، هو العقل المدير لهذه الحرب، وكل الأخطاء التي تخدش في مكانة الاحتلال وهيبته على مستوى الجيوش على مستوى المستوى السياسي في المشهد الإقليمي والدولي نتاج التخبط والعمل الاستخباري وغياب الرؤية وحتى يعني الأهداف التكتيكية التي تمثلت بالقتل والهدم للبنية التحتية والمنازل والأحياء، هذه تبخرت تآكلت نظرا لأنها لم تحقق شيء من الأهداف الأساسية التي وضعها العدو، إعادة الأسرى والمحتجزين، يعني قتل كل قيادة المقاومة، قيادة المقاومة موجودة وتدير المعارك، بل بالعكس أعادت البنية التحتية وأعادت كل ما هو لازم وضروري لإدارة المعركة بمنتهى الدقة والإشراف المباشر والسيطرة التامة. أنا أقول ذلك متحقق في الوقت الحاضر في كل الأماكن في قطاع غزة من بيت حنون حتى رفح، فبالتالي عن ماذا يتحدث؟ لذلك الولايات المتحدة تنقض هذا العدو من خلال الدعم من خلال الإسناد، هي يعني شعرت بأنها
تدور في حلقة مفرغة وحرب لن تتوقف لأنها مرتبطة بأهداف سياسية داخلية لها علاقة بموقف نتنياهو، فأرادت أن ترسل رسالة، مجرد رسالة أرسلت بأنها على لسان بايدن بأنها ستوقف مد هذا الجيش بالذخائر للطائرات والمدفعية، قامت الدنيا ولم تقعد في يعني في كيان العدو، وكذلك في بعض يعني المكونات في الولايات المتحدة. سيد محمود، لو عدنا إلى مسار التفاوض، أشرت إلى اطلاع الجانب الأمريكي على التعديلات وما قدمه الوسطاء، لكن لماذا يصر الجانب الإسرائيلي على أن يسميه مقترح حماس؟ مطلقا هذا مقترح انصاغ بين الوسطاء والإسرائيلي، لأن احنا كنا نقول للإخوة المصريين والقطريين يا إخوان ويا أعزاء لا نشك في يعني تحيزكم وأنتم تريدون إنهاء هذه الحرب من واقع المسؤولية، ولكن ما تقدموه هل هذا يمثل العدو؟ في آخر جولة رفضنا أن يطرح علينا أي ورقة وأي بند ما لم يكن العدو موافق عليه، رفضنا لأننا لا نفوتكم يا أخوان، أنتم أشقاء وأعزاء وبذلتم جهد كبير، نحن نفاوض من خلالكم العدو الصهيوني، لا يعرض علينا أي عرض ما لم يكن العدو الصهيوني موافق عليه، وافق عليه. الآن الخلاف على مسألة التعديلات وهي جزئية ولا تتعدى كلمات، هذه الكلمات التي حذفت أو أضيفت عندما كنا نعدلها أو نضيفها تذهب أوقات مديدة، الأمريكي موجود وحاضر، موجود وحاضر ولدينا شواهد وأدلة، يعني لا نتحدث جزافا يعني، وهو في الإعلام معروف أن رئيس المخابرات المركزية موجود، وكذلك الوفود ذاهبة وآيبة من المنطقة تشرف على المفاوضات. الأساس في هذا الموضوع كذلك أن هذه كانت تغيب مسافات زمنية لا تفسر إلا أنها ذهبت إلى تل أبيب ويعاد في يعني تعديلات أحيانا نوافق عليها وأحيانا نردها وتغيب وتعود العدو من خلال رئيس الوفد على الأقل واطلاع نتنياهو كانوا على علم بتفاصيل التفاصيل. الآن نتنياهو واجه مشكلة داخلية، بدل أن تبقى داخلية أراد أن يصدرها، فحاول لكنه لن ينجح، ما تم الاتفاق عليه هو قائم، عندما يريد العدو أن يعني ينفذ هذا الاتفاق نحن جاهزون، إذا لم يأتي في هذه البرهة البسيطة حتى مفاتيح الأسرى التي قدمناها سنتراجع عنها بالتأكيد. ما الخطوة التالية؟ نحن على أرضنا وهذا محتل نقاومه ونواجهه ونقاتله. نعم نقدم تضحيات ونحن محزونون على هذه التضحيات، لكن هذا وطن، هذه مقدسات ندافع عنها وسندافع عنها، لا خيار أمامنا إلا ذلك، سيخنع العدو، سيسلم بإرادة الشعب كما سلمت كل الشعوب التي واجهت الاحتلالات السابقة، وسينتهي ويصبح من الماضي ويحتفل الشعب الفلسطيني بحريته واستقلاله بإذن الله. محمود مرداوي، القيادي في حركة حماس، شكرا جزيلا لك.